اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من جديد في برنامج من عمان. ما زالت الجائحه موجوده، ما زال فيروس كورونا ايضا ينتشر بصوره كبيره ويصيب اعداد من الناس، وبالتالي وجب الحذر والالتزام بالاجراءات الصحيه. نعاود التذكير بهذه الاجراءات من خلال ضيفنا الموجود معنا عبر هذا الاتصال المرئي، الاستاذ سلمان بن حمد المعمري، رئيس قسم الوقايه ومكافحه العدوى بالانابه بمستشفى البريمي. أستاذ سلمان مساك الله بالخير وأهلا بك في من عمان. مساء النور والسرور، أشكركم لهذه الفرصة الطيبة صراحة في هذا البرنامج المميز. حياك الله أستاذ سلمان. طبعا نحن نذكر أيضا من خلال برامجنا دائما الناس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلالكم كمعنيين أيضا عن موضوع انتقال العدوى ومكافحتها. ما هي كلمتكم للناس في هذه الفترة اللي الآن مطالبين بالتعايش فيها مع هذا المرض وهذا الفيروس الذي ما زال موجودا، ما زال الناس أيضا تصاب به؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، إلى أن تعلن وزارة الصحة القضاء الكامل على فيروس كوفيد-19 طبعا، ولحد الحين الفيروس موجود، فأنصح وهي نصيحة متكررة طبعا، وهو الحرص على التباعد الجسدي ولبس الكمامة، وحبيت أوضح نقاط في لبس الكمامة طبعا. تفضل. وهي أول شيء تعقيم اليدين قبل لبس الكمامة، ثانيا عدم لمس الكمامة عند التعامل مع الأسطح والأدوات والأغراض، لأن كما هو ملاحظ معظم الناس لما تتسوق على سبيل المثال والتعامل مع الأغراض أو في المحلات أو في الأماكن العامة يرجع مرة ثانية ينزل أو يرفع الكمامة، فهذا الشيء غير صحيح طبعا. الشيء الثالث اللي هو اللبس الصحيح للكمامة، طبعا لبس الكمامة يكون بتغطية الأنف والفم بالكامل وليس بتغطية الفم فقط. الشيء الثالث اللي هو أريد أوضحه بالنسبة غسل اليدين، اللي هو غسل اليدين بالماء والصابون طبعا عند التوفر، او باستخدام المعقم عند عدم وجود الماء والصابون. طبعا هذا يكون بشكل مستمر وخاصه عند الخروج من المنزل او عند التعامل عند ادوات او اسطح، فيتوجب على الشخص غسيل اليدين او تعقيمهم. نعم. طيب استاذ سلمان، يعني في فتره من الفترات كان الموضوع هذا كثير موجود وملاحظ اهتمام الناس به، مع التعايش مع فتح الكثير من الأنشطة التجارية، مع عودة الحياة إلى كثير منها إلى طبيعتها، خروج الناس، يعني أصبح الناس أيضا مطالبين أكثر بالاهتمام بمواصلة الاستمرار في الالتزام بهذه الإجراءات، فأنت كيف شايف هذا الموضوع؟ نعم، كما قلت في البداية، إلى أن تعلن وزارة الصحة القضاء الكامل على فيروس كوفيد-19 يتوجب على الناس الحذر، أولا بتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان. طبعا الواحد يحتاج أحيانا للتسوق، كل واحد طبعا يحتاج إلى الخروج للتسوق أو لأغراض أخرى، فيتوجب عليهم أول شيء التباعد الجسدي. طبعا الأماكن المزدحمة يحاول يتجنبها، إذا كان في محل مزدحم يتوجه إلى أي محل ثاني يكون أقل ازدحام. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سلمان بن حمد المعمري، رئيس قسم الوقاية ومكافحة العدوى بالإنابة بمستشفى البريمي، على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقاية من فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الأعزاء، بعد قليل بإذن الله سنتحدث عن طبعا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حديث عن هذه الهيكلة وأيضا الدور المؤمل إن شاء الله من نتائجها خلال الأعوام المقبلة في ظل توافقها مع رؤية عمان 2040 في هذا العهد السعيد، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ابقوا معنا.